السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إذاعة تطريز. إذا أول حاجة غادي نمشيو للطريقة ديال الرشيم. الطريقة دي كيفاش يعني، واخا كنصور لكم رشمة، الأغلبية تيقول لي راه الرشيم ما كنعرفوش القياس ديالو. اذا كما كتلاحظوا هنايا باننا غادي نحدد لكم الحجم ديال الورده. راني رسمتها بهذاك اللي كنعمرو بالخيط ديال السورجي. هنا غادي نتراسي كاع البلايص ديال الوردات، يعني انتما غتشوفوا الطريقه باش محطوطين. هذه كفكره باش يكتسبوها البنات اللي كيرشموا، يعني باش انت كتحطي النقط ديال الورود فين غادي يكونوا باش تخرجي الرشيم اللي بغيتي، وهذا هو القياس باش تخرجي هذيك الورده اللي شفتي عندي في الفيديو. ومن بعد غادي نحاول ما امكن من المركز ديال هاد الدوائر هادو غادي نرسم الشكل ديال الورده. اذا كنتمنى ان هذه الطريقه هذه تفيدكم وتفيد البنات اللي يلاه بادين في التعلم ديال الرشيم، لان الرشيم هو الاساس ديال الطرز. اذا احنا غادي نبدا اول حاجه غادي نرسم الوردات هما الاولين قد المركز، ومن بعد كندور الورده عاديه. درنا هاد الرشمه هادي كتجي في الجلاب بزاف، كتجي في الجلابه زوينه، كتجي يعني المهم على حسب كل واحد والطريقه باش باغي يخدمها، لا سواء يكون الطرز هكا اللي غادي يتلبس اولا البنات اللي كيخدموا هكا البلاطو اللي كاش بلاطو عفوا اولا لي نابا ولا لي زو. اذا من بعد انا غادي نخرج العريفات. غادي تشوفوا الطريقه باش غادي نخرجهم. غادي يكونوا بحال الى خط ديال او العريش ديال العريفات، غادي يكون خارج ما بين البوردات في الوسط وفي الجنب باش يعطيني الجماليه ديال الرشمه. هنا الفيديو تقطع ليا في البلاصه باش غادي نكمل لكم الرشمه كامله، ولكن غادي تشوفوها ان شاء الله الشكل النهائي ديالها، وان شاء الله غادي ننزلها حتى في المنتدى. اذا كما كتلاحظوا هنايا نزلنا الرشمه في الثوب، وغادي نبقى نخدم العليفات. يعني كانت واحد الاخت باش يخرجوا لكم العليفات بنفس الشكل اللي شفتوا عندي، يعني كل ورقه ديال العليفه كنخدمها بالاتجاه ديالها، يعني ضروري هنا كنبقى ندور المرمه كل ما نخدمهاش بخط مستقيم، يعني كل عليفه نخدر انتما ردوا ليا البال بانني راني كل عليفه كندور المرمه الاتجاه ديالها. اذا هنا غادي نحيد اللون ديال العليفات هو اللون. اذا هنا غادي تشوفوا بانني راه ما غاديش كل وحده والاتجاه ديالها، غادي نطرزها غنطرزها بالاتجاه ديالها، ما غاديش نخدم بنفس الاتجاه يعني جميع العليفات، ما غاديش يخسر ليا ليهم يعني المنظر ديالهم غيضيع ليا، ما غاديش يخرج ليا كما هو مرشوم. اذا تبعوا معايا الخطوه وحده بوحده، كنبقى ندور المرمه لكل اتجاه. اذا هذه هي، وكنشكر جميع الاخوات على التعاليق ديالهم وعلى الكلام ديالهم الزوين والدعوات اللي فعلا تشرح القلب، اللي دائما تنقول لكم بان التعاليق ديالكم والدعوات ديالكم هما اللي كيحفزوني، هما التشجيع ديالكم هو اللي كيحفزني باش دائما يكون فيا النشاط باش ننزل لكم هكا فيديوهات. وكنرحب بالمشتركات الجديدات، يعني الا كنتي اختي الكريمه اول مره كتدخل القناه ديالي شاركي في القناه باش دائما يوصلك الجديد ديالي في مجال التطريز. إذن غادي تشوفوا الطريقه باش غادي نخدم هاد العليفات كاملين حتى نكملهم. هنا الماكينه الحمد لله راها مقاده، ماشي بحال دوك الايام اللي دازو، يعني غير بوحدها كتقطع الخيط غير بوحدها.
وبالنسبه لهذا الرشيم هذا الرقيق او يعني الصغير، دائما ما تخرجوش على الرشمه، يعني حاولوا ما امكن ترزوا الشكل الرقيق او الحجم الصغير كما هو مرشوم، لانك الا مشيتي حتى كتبدلي ليه، يعني ملي كتبغي ترزي عليه فقط ترزيها عريضه على الرسم ديالها، راه الرشمه ديالك كتضيع، ما كتبقاش مع الرشمه كما هي، ما كتعطيش الجماليه اللي انت شفتيها في الاول. وبالنسبه لواحد الاخت كانت سولتني على واحد العقيق اللي حطيت في هذا الوردة هذا، يعني الوسط ديال الوردة هذا راه عقيق كيتباع، يعني هو اللي كنحطوه في الداخل ديال الوردات، يعني ماشي شكل جديد، هذاك راه غير عقيق حطيته عفوا في الوسط ديال الوردات. اذا هنا رانا كملنا العليفات، غادي نبداو يعني غادي تشوفوا هذا اللون هذا باش خدمت، ما هو غري، ما هو غري، ما هو زرق، يعني غادي نشوف الرقم ديالو، هذا 2078 في اللون البلو مارين، يعني هذا من الدرجات ديال الالوان ديال البلو مارين، 278 عفوا 278 هذا هو الرقم ديالو. اذا هنا غادي نعاود نخدم بواحد اللون غوز بيبي فاتح، غادي نخدم هاد الوردات هادو. اذا غادي نبقى نخدم كما تنقولوا وريقه وريقه، وحده بوحده ديال هكا تدوال المرمى، نتوما كتشوفوا كنبقى ندورو، بقاي خدمي غير وحده بوحدها تتكمليها، ومن بعد دوري المرمى غير بشويه وخدمي الثانيه. اذا نخليكم ان شاء الله باش تكملوا الفيديو، ودائما ما تنساونيش التعليق ديالكم والجيم ديالكم باش دائما نحط لكم الجديد. اذا لنا لقاء في فيديو اخر جديد او رشمه جديده مع